الفيديو اللي احنا شايفينه دلوقتي كان واحد من اكتر الفيديوهات اللي اتصدرت الترند خلال الايام اللي فاتت على السوشيال ميديا والفيديو ده كان متصور في واحد من المتاجر في هولندا زي ما احنا شايفين في الفيديو مئات من المتظاهرين كانوا بيرموا ورق في اسماء الشهداء اللي ماتوا نتيجة القصف الوحشي على قطاع غزة وده ضمن الدعوات المقاطعة المنتجات والعلامات التجارية الداعمة للكيان الصهيوني المحتل الحقيقة انه نفس المشهد ده بالظبط اتكرر في مدينة ليون في فرنسا في واحد من اكبر المراكز التجاريه هناك وقام مجموعه من المتضامنين مع القضيه الفلسطينيه بالقاء منشورات على المتسوقين فيها برضو اسماء الشهداء